باسم الإله الواحد الذي جمعنا وإياكم تحت خيمة هذه الجامعة، تحت خيمة العلم والخير والبركات، فأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الأخوة الحاضرين. السيد رئيس جامعة جابر بن حيان الطبية، السادة مساعدي رئيس الجامعة، السادة العمداء، أعضاء الهيئة التدريسية مع حفظ الألقاب والمقامات، الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نستهل به هذا الحفل المبارك تلاوة مباركة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب علي السعيد، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. على ضفاف الفرات التقينا لنحتفلوا بولادة كلية الصيدلة السريرية التي بزغت بين ثنايا جامعة جابر بن حيان الطبية لهذا العام، فاتحة أبوابها المعرفية لتستقبل أوائل طلبتها بعيون ملؤها الأمل نحو غد مشرق. وإنني لأرى في عيونهم البراقة الولاء المطلق للوطن العظيم، لأنهم ينظرون إلى حقيقة الأشياء، والحقيقة دائما أرحب من الواقع، فلا واقع يدوم ولا مستحدث يطول ولا آني سرمدي، لتبقى حقيقة الأشياء نيرة في عقولنا، حاضرة أمام أعيننا، كسراج بدد ظلمة الليل حتى يطلع الصباح. خمس أحرف قسم والذاريات وهل، خمس أحرف قسم والذاريات وهل، شميت ريحة عطر من هالحضور أو هل، وسألت هذا الحفل يا عمام أو أهل، قالوا لي هذا الحفل أحباب أبو اليمة، قالوا لي هذا الحفل أحباب أبو اليمة، عروس مو الأقدام، نوصل نجي يمة وجوه كلها تنور، تحتفل وتيمة وطلت الأول صيدلة مثل هلال وهل. أحسنتم ورحمة الله عليكم. أدعو طلبة المرحلة الأولى كلية الصيدلة السريرية إلى القدوم نحو منصة الاحتفال لأداء النشيد الوطني، فليتفضلوا. ولأنني كان العراق كياني، لم يختزل اسمي ولا عنواني، لا والذي سمك السماوات العلا وأقامهن وما أقام عمادا، لن أرتضي غير المكارم معشرا أبدا، ولا غير العراق بلادا. إلى الذين جزروا أضاحي على مذبح الكرامة والحرية، إلى الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن الأرض والعرض، أولئك الذين لبسوا القلوب على الدروع ووضعوا الأرواح على راحات الإيادي، إلى شهداء العراق لنقف سوية لقراءة سورة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. رحمهم الله جميعا وأسكنهم في عليين. موطني موطني موطني
هو يستقل أو يبيد أو يبيد. نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد. لا نريد لا نريد كلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة كلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة. لا نريد بل نعيد مجدنا التليد مجدنا التليد موطني موطني. ترجع سياتي نبحث نهارك يا وطن وين ترجع أما الآن فأنا وأنتم على موعد مع كلمة طيبة للسيد رئيس جامعة جابر بن حيان الطبية الأستاذ الدكتور علي محمود الصائغ الشمري، فليتفضل مشكورا نستمع إليه وكلنا أذان صاغية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة في يوم بهيج وذكرى عطرة، ذكرى النصر، الذكرى الأولى لإعلان النصر على قوى الظلام وانتصار إرادة الحق وإرادة الحرية وإرادة العلم وإرادة النور على الظلام وعلى التخلف، واحتفالاً بالدفعة الأولى أو المرحلة الأولى للصيدلة في جامعتنا التي حباها الله بأن تكون الأولى في هذا البلد تتبنى برنامج حديث وبرنامج يواكب تطورات الصيدلة في الدول المتقدمة، وأن تكون هذه المرحلة نواة خير ونواة عطاء ونواة تميز في البلد من بين باقي كليات الصيدلة في العراق. مبادرة جدا مفرحة وحقيقة مؤثرة أنه الطلبة يؤدون النشيد الوطني. هذه الروح حقيقة نباركها ونشجعها، ومن الضيف علينا حقيقة عبء وأمانة إضافية أنه نرعاكم بما أوتينا من جهد إن شاء الله وإمكانيات. أنتم تستحقون إن شاء الله دائما، وإن شاء الله نكون في قادم الأيام نسمع ونرى آثاركم الطيبة. وجود أساتذة كرماء حقيقة أعطوا من نفسهم ووقتهم الكثير في سبيل إنجاح هذه التجربة، وهم لم يكلفوا تكليفاً رسمياً بل تطوعاً وتكرماً، وهذا شيء يجعلنا مدينين لهم. فباسمكم نحييهم وباسمكم نشكرهم، ونتمنى من الله، ندعو الله عز وجل أن يبارك في خطواتهم وخطواتكم، وإن شاء الله دائما نلتقي على الخير. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو
عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالضيوف الكرام ونقول: كلية جديدة، أمل جديد. تلك هي العبارة التي اخترنا أن نبدأ بها هذه السنة المميزة من حياتنا الجامعية. جهود مشكورة بذلت لفتح باب جديد لهذا الأمل، انتهت بفرحة كفرحة الأم عند رؤية وليدها الجديد. وها نحن ذا أمامكم نخطو خطوتنا الأولى في هذه الكلية التي لم يكن لها من قبل مثيل، مستندين على رعايتكم وتعاونكم معنا، ونحن ما زلنا لا نفقه من هذه الحياة شيئاً أمام خبراتكم وتجاربكم. ستبقون سنداً لنا في هذه الرحلة من الست سنوات التي سنتعاون فيها معكم بكل قوتنا لنقدم للعراق أفضل صورة عن هذا الصرح الجديد الذي لم يعرفه الناس من قبل، ولنكون ألمع دفعة تتخرج من كلية فتية، مستمدين العون والقوة منكم لنواجه كافة الصعوبات، ونكون يداً واحدة لإعلاء اسم جامعة جابر بن حيان الطبية. وفي نهاية المطاف لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من ساهم في إنبات هذه البذرة. والشكر موصول لعمادة كلية الطب المتمثلة بعميدها الدكتور عادل الميالي وجميع العاملين فيها بمختلف مناصبهم وكافة الأفرع على تحملهم مسؤولية الإعداد والتنظيم لكليتنا الجديدة، وكذلك إلى جميع من شرفنا بحضوره من الأساتذة والتدريسين المحترمين والضيوف الكرام. ختاماً نسأل الله أن يوفقنا لخدمة بلدنا الصابر وشعبه الأبي، كما ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يتحلون بالإنسانية ويجعلون صحة الإنسان وسعادته فوق كل اعتبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد كلمة السيد رئيس الجامعة، نحن نستقي العلوم والمعرفة والنصيحة من أساتذتنا كونهم جذورنا التي امتدت، ونحن نستمر على ما بدأوا به. الآن مع كلمة عمادة كلية الصيدلة السريرية يلقيها على مسامعنا الأستاذ المساعد الدكتور مضر عبد الملعن، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أرحب بكم أبنائي الطلبة، وأرحب كما بالضيوف الكرام الذين قدموا إلى هذا المحفل من خارج الكلية، من أهاليكم، من ذويكم. وفي البداية أحب أن أقدم الشكر إلى رئيس جامعة جابر بن حيان الطبية الدكتور أستاذ علي الصايغ في إصراره ومثابرته على تشريع أو إنشاء هذه الكلية. حقيقة هذه الكلية حدثت أو استحدثت حقيقة من، يعني أقدر أقول، من حالة صعبة. كان الوزير في وقتها وأنا كنت مع الدكتور في هذه العملية، ولكن الحمد لله أنه قد تم استحداثها. وكما أقدم لكم أنتم الدفعة الأولى في هذه الكلية الشكر الجزيل على هذه المبادرة اللطيفة الجيدة الحقيقة، والتي هي بادرة لكي أن تكون لنا مرحلة تعارف ولقاء من عن قرب، كما نحن تعرفنا سابقا في المحاضرات، ولكن هذه تعتبر مبادرة خارج موضوع المحاضرة إن شاء الله. الكلية حقيقة كما تعلمون تحتاج إلى جهود. الجهود تبدأ من تأسيسها، ثم تنتهي بموضوع كيفية تحقيق الأهداف التي بنيت على أساسها، وما هي المتطلبات التي يجب أن تقدموها. فبمثابرتكم وجهودكم وعملكم الحثيث سنستطيع أن نحقق هذه الأهداف. لذلك فأنتم البذرة الطيبة التي ستؤتي أكلها إن شاء الله حين إكمالكم هذه المرحلة أو هذه الخمس أو ست سنوات إن شاء الله. ولكن على عجالة أنا أحب أطرح بعض الأهداف التي للكلية حتى تكون لكم أيضا نقاط في ذهنكم. أولا، نحن رسالتنا في هذه الكلية حقيقة هو تخريج جيل من الصيادلة
المؤهلين لتقديم الخدمات الصحية الفعالة والآمنة للمرضى. هذا أهم شيء، رسالتنا هو هذه. ورؤيتنا تشخيص دقيق للمرض وعلاج فاعل وسليم للوصول إلى صحة مجتمعية كاملة. أما أهداف الكلية التي ستحقق إن شاء الله على يديكم، على أيديكم إن شاء الله تتحقق، هو إعداد صيادلة قادرين على أن على تحليل الحالات المرضية وتقييمها سريريا واقتراح العلاج المناسب لها، تطوير قابلية الصيدلي على المهارات السريرية وطرق البحث العلمي في جمع المعلومات من المرضى، مشاركة الصيدلي مع كافة الكوادر الطبية في تقديم الخدمات الصحية والطبية سواء في المستشفيات أو الصيدليات الأهلية. رابعاً، العمل على إيجاد القواعد الإرشادية لمعالجة المرضى أو الأمراض المزمنة والمستعصية. وخامساً، تطوير قابلية الصيدلي على إيجاد أو تغيير الصيغ الدوائية بما تتناسب مع الحالة المرضية وتطويرها. هذه أهدافنا إن شاء الله، أنتم كصيادلة راح تحققوها بمساعدة الأساتذة مالتكم إن شاء الله وبمساعدة الكلية. لذلك أرجو لكم إن شاء الله في هذه الكلية التي هو بيتكم الثاني المكان المناسب، وإن شاء الله تحققون ما تطمحون إليه في هذه الكلية. وأسأل الله لكم التوفيق والنجاح والسداد في عملكم هذا بالتعاون فيما بيننا. وأنا طبعا في ختام كلامي أرجو أن تسمحوا لي، أنا كان أتمنى أكمل معاكم تكون فقرات كثيرة، ولكنه على عجالة عندي اجتماع مع الدكتور علي رئيس الجامعة، فأرجو أن تسمحوا لي أن أغادر هذه القاعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للدكتور مضر عبد المنعم على هذه الكلمة التي لا شك ولا ضير أننا استفدنا منها الكثير. وردة تحاكي وردة بلهجة القداح، اش وقت عذق الليالي حمل نجومه، اش وقت طيف السمك ما يمر بي تمساح، او امس من قل عدو يكرر همومه، بمحكمة الانوثة الورد مو سفاح، الورد طعمه الحديثة علي من اللومه، ولا صوت البلابل صوتهن ما صاح، سكتن شي صفت جمهور للبومة، يحيى ما اريد يقول ما مرتاح، ولا غيره يصيح وتصرخ همومة، اريد المنجل بكل شف يصير سلاح، اش بن الاهرام لو ظلت مصر نومة، وخذ بغداد بوسادة ورد يرتاح، اش جن اخذها وصفع لو سادة ملشومة، ويجذر العواصم والمدن سباح، من يوصل سحرها ويدرك علومه، ومو بغداد مو بغداد كلها يا شذى الافراح، مترى من العلاوسه والفروم.